سلايك بعدي حارب إنا نوم هذا اليوم جودهان تيم كان عوار كان قوة عفوري اسمه دردوك أهم مسؤولين تولا كاران قبلها وليه ماشى كامري بري يا صاحي وضير وحارب دبهان شبلان بلوغي أمور ريي وأنا أقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن وحن كشقين هو أن نبضين المكان هو أن هذا 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 أنا أرادها دورشة يا مامور أحبارها دورتة يا اسمي هي اللي قالي كل جود أنت هاي قادرتي يا مدرة أنت عليك المالي وبدي بتشي تبيني أنا كش قيل إن أنا عن هلا النبض شال بيا هاي اسمي شو بلان مركان ديسيني عقادي عن كلا كلا نحل جاي يلا اسمي شو بلان أو عن قادرنا يقو عن أذق وجيسي نملك أو معني سوا ما ديسينو وأنا أقول لك أنا 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 وأنا أنت أنا 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 سامحك صار اسمه قف كسر يدي كم يقدر هالشي بلاه يقوم جوعا وقرنه ما أنت أنا تي أكله كم الدواني بعرفين أنا دين شيء هذا مركورة سود هذا شو بلاه أنا وضلا أنا هاي بي هاي وأنا وضلا هان أنا وأنا وضلا هاي هذاي ثباش تشيرتو وحالين بدل كش قيلة يي مرك أنا لو جوعا حفيز كي أنا بنان كفريستو وأنا سود ده يقف يسور هذي وقال لك هذا الكتب هذا الكويت بنان كادو صوغ علينا غرق سياسة تابعة دنا عبشادي وحين لغة ما عرقنا وانس وضع عركينا ولو قبلها بلا ما قارا نقبنا يا وان كل ما إنا عبشاد وضع يا وحي كهال ليان يا وحي شايل يا أن كل يد بارو في رلينا هدينا هنا ما نا كل ان كان وحين وقحي دونا مد لو ولا ليهي وريتو بلان awo fagaara wax iska la isbedel doona qoladi kala intaanu yeyno inagoo jublaana oo aan qol kala ahayn oo barka isku habay israaci doona hadii la ilaado waraasa waxaan qabsanayna waxaan aad ugu rajaynahay waxaan dhiseyno ama dawladda aan dhiseyna inay noqoto mid siyaalo badan u hufan mid dhinacyo badan laga fiiriyo mid aan la eegayn habeen isbeddel buu ahaa iyo habeen buu wax ka sheegay iyo waxaan u malaynayaa dad muslimiin aan lahayn qof kasta wax waa laga sheegayaa ani qofka maanta wax iga sheegay muuna jariimo dembi muuna gelin sababta haddaan wax leeyahay haddaan wax hagaajiyaba wax sheeg waa wax dadka had iyo jeer u dhaca nebi maxamed bay ku dad ugu dhowaa wax ka sheegayeen ee la noolaa xilligiisa maxaad u malaynaysaa marka axmed oo xilligan jooga maanta cid waliba هدينا لما عدالة سوي وصول مرتي هدينا لوحا لما سوي كل وحا وضا مرين لكن وحا روا انت عن كاري كاريو انا عن كشق اسكواديستا بيتشو بلان يسكينستو يوضا شقينتو وحا نسيدا قف كستو اذن كا اذن كان بيدو كوبا غيا روا انا عن شهرو انت اذن كان بقا ايس بدل دون كاي باغبانو درينا وحا لينا هاي مادين وحا وضا هلينا قفنا حقوق دي سلوما دي دي حقوق دي قفوا لي بأولاي هاي بيالي ما هنا كل جا ولا نقول كرا إنه يصير حلبان ما هاي كان لكن قف دتك كرامة يوحاد يغلى حرمة
وقف لي وحن مضيع إلا قرطاه واحتروا تاسان كوضا شغيلين سادوه باقذين بانوه باقيا سادوه ياري سيمانوه ياري يا إن شاء الله كل كان كل ما ينوغا دمين دون ولي بحضر كي ديري دي سكاسو لغان دون يدو اللي وده جوهر هجوب اللان وقف واحتبان اي يقف لقد لقب با وحكالة طوان وسياسي با وحكالة طوان ودليارة وحكالة طوان وقبلها يهويوين كا وحكالة طوان وقف والبتواشد ويتي تعرض إنه هل حيرا إي هل ويل وحكوة دعونا إن شاء الله إلا أن السؤول لما أنه وأن سلع كوة لغوان إن سلع كوبا قيسين دولة فضل ألكا من جبلان الببليك بان هي دولة بضح بانان وحانا استيت كتر سيد دولة قولين دولة فضل ألكا صومالي ملاحظة قرن كان وحان لانا دات كان ملاحظة أوتي وكوة يوهشي هذا سنة إلى هيدين هبل با معارضي هبل با كرم هل بيسكوا ذا فرنين ما أنت وحلا سيشا يا جمالة وحان لها أوران لها إمادة وإذن كنا الليل كقاتا ذلك يعني سكير إنين كالي هو جامي مجتمع الصوارية ما أنت دولة دي وبها خلاف لنا هو وطرة قف قف ميل كل ما هي قف قف ميل وقالي مننا لم يتشل تانا وحيلا تاين سلاس أنا ولا قادنا سودة وهذا أدباني كم هالعلينا يا مددي داري aan kala xirnay ee aan sabir sanaydeen iyo waliba saadu ilaalinaysan dhaqanka iyo anshaxa oo aad uga ilaalinaysan inaan laftu jabin aad ilaalinaysan si sharaf leh in dadku wada joogaan si sharaf leh in wax lagu soo waxaan u mahadcelinayaa mas-uuliyiintii aanu ismaayara ku kulannay nairobina ku kulannay soo dhamaysanay isbedeldoonka madaxda u ahaa oo iyaga laftirkooda aanu si toosa oo hoose oo kore aan u wada hadalay iyagana aad baan ugu mahadcelinaya isbedel doon waad mahadsantihiin laakiin isbedel doon hadda ma jiro waxaan u baahannahay hadda isa sixid wada fiicanoo wada qaadno dadkoon laysu diidin iyadoon wada kulanno talada laysu wadaarsado soo intaa isku wadi taasaan hadda ka shaqaynayna haddii ilaahay ilaah waa bil ramadaan aan iscafino hala isa saamaxo waliba tobankii dhexaa sii dhammaanaya waxaan u malaynayaa waqti waxaan ku jiraa cibaadaha haddaan intaa kaga gudbo iyadoo sharaf dambe ay inoo furaan doonaan maanta maaha dib u heshiisiintii lama soo dhammayn waa bilow qof kastoo inaga maqan baan raadinaynaa qof walooba qofka aad kaa maqaneed xiriirka la leedahay igu soo xig qolada madaxda isbedeldoonku way joogaan ballamaha soo qabteen kuwii kalaa jooga odayaashii baa jooga insha allahu saasaan isku heli doonaa hal eray waxaan rabaa inaan ku daro oo arrintii wasiirka caafimaadku uu ka hadlayay koronaha ku saabsan masalada cudurkani waa cudur saa'ila oo weyn oo dadka laynaya waanan inkiraynaa xaqiiqadaan iska indhatiraynaa si waxaan ku soconnaa naftii dilcab ayaan ku soconnaa waxaan u baahannahay in la qaato talooyinka ay dhakhaatiirta iyo hay-adaha ku shaqada leh ay soo jeedinayaan waxaan idhi masaajidada ha la xidho masaajidka way ku dhagaadeegeen qolaan culimo ahayn oo waxay leeyihiin marciyaadiya lanoo diidayaa boqolaal qof baa ku dhimanaysa oo hal mar uu saamayn ku yeelanaya war soomaalidu waan ugu dambayn doonaa cudurkaa dadka ku dhiman doona saadaasha laga bixinayana way adag tahay haddaan hadda kulamadan ka bixinana ani lafteyda albaabkan soo xidhan doonaa oo waxaan odhan doonaa qofkii soo geli karaa ma jiro laa wasiir walaa xildhibaan walaa qof kale qof walaba gurigaaga kow in la yidhaahdo sababtoo cudurkan cidna ma badbaadayso cudurkani waa cudur dhib badan oo dhib badan oo maanta kuwii awoodda sheeganaya iyo kuwii dowladaha waaweynaa iyo kuwii quwadda lahaa maanta qof walba aad arkaysaan yaa inaga ehelin oo ah maxaan haysanaa seen isu ilaalin karaa dadkeen waa inaan isweydiinay su-aashaas cudurkaasi waxaan rabaa laamaha amniga iyo kulli dib aan awaamin usoo bixin doonaa magaalada iyo dhaqanka iyo sida wax u jira annagoon kafaalo qaadi karay nolosha dadka haddana waxaan rabnaa in wixii taxadar la muujin karayo aan muujinno midda labaad cudurkan ceeb ma aha waa cudur dadkoo dhan ku wada dhacaya yaan lagu talagelin cudurka qofkan haddii laga helo miyuu ceeboobay ma meel buu ku dhacay maya ma aha cudur ceebo ma aha waa fayraskaas maanta maraykan laynaya shiine soo dhameeye ra-iisul wasaaraha ingiriiska intaasoo maalood qol ugu xidhnaa sakaraadka la ah qof walba uu ku dhacayaa ma aha markaa ceeb ma aha
qofkii lagu sheego waa inuu dadka iska celaaliyo oo meel looga xidho. Intaad tiraa diin baan saaraynaa, aan isu soo ururinno, maya ha laga shido abalxaawa haysee, maya kan ha lagu yeelo ee dabka ha loo badiyo, waxaasoo dhan waa waxaan meesha ku jiri. Cudurkan waan ka digayaa, waan ka digayaa, awaamirna waan ka soo saarayna, waayo dadkan mas-uuliyad baa naga saaran. Aan ka wada shaqayno oo isbedeldoonka aan ku daro la dagaalanka karoonaha iyo dhaqanxumada dadka iyo dadka sidii loo kala xakamayn lahaa. Waxaan filayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Kulamada dambe wax badan baa ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Gabdhaha ma rabaa iyo mar saddexaad soo dhowaada, waan ballamaynaa kulamo gaaraan yeelanaynaa insha allahu. Dowladda la soo dhisi doonana idinkaa indhihiina ku arki doona, sababtoo ah Jubbaland dimashisiinta way taqaanaaye, ma taqaana hal qoloo keliya inay sii joogto. Oo waagii ugu horreysayba inta qalaawilaha soo martay in badan oo ka mid a maamulka mayna gelini, dadkii la keenay baa galay. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhalinyara go'aanada ciidankeenna gaamuray ayaa guusha dhaliyee. Jubbaland, Jubbaland guba u daayi, Jubbaland, Jubbaland guba u daayi. Waa golihii midnimada. Hadda kadib.